عملكم الجديد رئيس مؤسسة الشهداء. قبل شهرين أتصور استلمت شهر ونص استلمت المهمة، وإن شاء الله مبارك لكم تقدمون خدمة لهؤلاء الشريحة اللي ضحت. شنو خطتكم؟ شنو اللي لقيتوا صعوبات؟ ناوين إلى بالأيام القادمة شو راح يكون؟ نعم، حقيقة العمل التنفيذي يختلف عن العمل التشريعي بشكل كامل. يعني احنا خلصنا 11 سنة في البرلمان، 11 سنة متتالية. العمل بالبرلمان عمل روتيني وعمل رتيب وعمل يعني يحتاج إلى مطاولة، وبالتالي الحمد لله والشكر يعني تم اختيارنا إلى أنه نتصدى إلى مؤسسة الشهداء ونكمل مشروعنا وخدمتنا لذوي الشهداء. وخدمة ذوي الشهداء بصراحة يعني شرف كبير للإنسان أنه يتحمل اليوم مسؤولية التصدي لخدمة عوائل الشهداء، وبالتالي احنا مستعدين لهذه الخدمة وبادلين كل جهودنا من أجل خدمة عوائل الشهداء بجميع شرائحهم. يعني اليوم احنا في مؤسسة الشهداء ما نشتغل لشريحة واحدة، يعني نشتغل اليوم لشريحة الشهداء جرائم البعث الذين أعدموا من قبل نظام البعث قبل 2003، ونعمل بنفس الهمة وبنفس النشاط إلى شريحة الشهداء الحشد الشعبي وعوائلهم، وبنفس الهمة نعمل لشريحة الشهداء الإرهاب، وكذلك رعاية واهتمام بشهداء وزارة الداخلية والدفاع. هذه الشرائح اليوم كلها ضمن رعاية مؤسسة الشهداء. احنا كملنا المنظومة التشريعية الخاصة بالشهداء، كملناها ما بقى عندنا أي شيء، يعني شرعنا القوانين وعدلناها مرة ومرتين في سبيل الوصول إلى يعني تشريعات متكاملة من ناحية الراتب التقاعدي الذي يمنح لعائلة الشهيد، ومن ناحية الحقوق والامتيازات المعنوية الأخرى مثل قطعة الأرض أو البدل النقدي لقطعة الأرض أو بدل الوحدة السكنية أو حق الدراسة أو حق التعيين لذوي الشهداء. هاي كلها موجودة في قانون مؤسسة الشهداء، ولكن التطبيق ضعيف. احنا اليوم اجينا الى مؤسسة الشهداء بصراحة لدينا خطة طموحة من اجل انه نخدم عوائل الشهداء ونطبق القوانين التي عطلت لسنوات. هذا بصراحة ايضا عندنا اولويات، ما نقدر نبدأ بكل هذه الخطة دفعة واحدة، عندنا اولويات. الان نبدأ بترتيب الوضع الإداري لمؤسسة الشهداء، لأنه أكو بصراحة يعني خلل إداري في بنية مؤسسة الشهداء تحتاج إلى الاهتمام بها الآن، وكذلك تنمية موارد مؤسسة الشهداء. إحنا عندنا في مؤسسة الشهداء موازنة تشغيلية وعندنا موازنة استثمارية، عندنا أيضا قانون بالقانون صندوق الشهداء. هذا صندوق الشهداء الآن لدينا يعني همة وخطة كبيرة من أجل تفعيله، حتى شنو؟ حتى نقدر نخدم عوائل الشهداء في مشاريع مختلفة.